مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في القصة ديال بوشعيب مول الكيران، الفيديو الأول درجناه مع عصام الابن ديالو الأول، اللي أمنية ديالو يشوف الأب ديالو ما شافوش من 2019. في نفس الوقت طرح إشكاليات في العلاقة ديالو بالأب، والسبب كان كيوجهه بشكل مباشر للزوجة الثالثة. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع ربط بين اتصال الاخ ديالو من بوا فؤاد اللي هو الابن ديال الزوجه الثالثه، عطانا معطيات اللي قلنا فيها شاهد وشاهد من اهلها. مشاهدينا الكرام، غادي نبداو الموضوع في هذا اللقاء بين الاخوه مع فؤاد. فؤاد، وضعنا الفيديو ديالك، شافوا المغاربه التعليقات الحمد لله دعوا معاك، عرفوا النبل ديالك وانك تخاف الله وتطمح للنزاهه في هذا الملف. كيفاش اللقاء ديالك والتواصل ديالك بالناس؟ التواصل عيطوا لي الناس من داخل المغرب ومن خارج المغرب، وقعد عاطفوا معايا وقعد دعوا معايا، قال لي فهمتيني الله يغلب الحق على الباطل، وقال لي فهمتيني ولله دير الثقه ديالك في القضاء المغربي فهمتيني، والله راه ما غادي يخيبكش. العائلة، كاين في العائلة في الإخوة تاني ديالك اللي من الأب اللي من الزوجة الثانية، تا هما اتصلوا بيك دويتي معاهم؟ تا هما اتصلوا بيا فهمتيني ولله، وهضروا معايا وقالوا لي الله يغلب على الحق على الباطل، وقال لك الله يهدي الوالدة ديالك الله يهديها. هادشي اللي كاين. كنتي قلتي لي ربطتي بيا الاتصال وقلتي لي في الفيديو، قلتي لي كانوا بزاف د الحوايج وكانت شي حاجه مشات لك من الذهن ديالك في هذيك اللحظه ملي كنا في التسجيل، قلتي لي تذكرتي شي وقائع ملي كنتي معاهم في المنزل قبل ما تخويه انت في 2019، ما بقيتيش شتي الاب الى يومنا هذا. شنو الحاجه اللي تذكرتي في الموضوع؟ تذكرت بانه فهمتيني ولا كانوا واحد المره كانوا ضربوا الوالد ديالي فهمتيني فيدو، ضربوا فيدو فهمتيني وتشق لي العظم ديال اليد. شكون اللي ضربوا؟ ضربته الوالده ديالي، ضربته يدو. مشيت جبت لي الطبيب انت؟ انا اللي مشيت جبت لي الطبيب، جا شافو تمايا ودرنا لي واحد الباندا واحد الجبيره. هادشي اللي كاين. من مورا الفيديو ما كاينش اللي عطاك المعلومات على الاب، كيفاش دابا الوضع الصحي ديالو، كيفاش دايره الامور؟ لا، ما كاينش اللي عطاني شي معلومات على الوالد ديالي. بعض الناس اللي قالوا لي الوالد ديالك راه ضعاف، شافوه خارج شي مره من حدا الدار، اللي قال شي جيران، الناس الجيران ديال تمايا قالوا لي، قال لي راه الوالد ديالك ضعاف شويه. هادشي اللي كاين. من غير ضعاف يعني حتى الوضع الصحي ديالو واش تيعقل شويه ولا ما تيعقلش؟ لا، ما كيعقلش، ما كيعقلش، مريض. هو اصلا عنده الزهايمر، ما كيتذكرش. انا لو قلت قدامه ما يعرفنيش واش ولدو ولا ماشي ولدو. حنا كاع ماشي غير انا، كاع الابناء ديالو. هادشي اللي كاين، ما يعرفش، ما يعرفنيش واش ولدو ولا لا. هاد الكلام كتقولوا لي والدموع في عينيك. ولا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يهدي ما خلق. انا بغيت نشوف با، وبغيت الحق يتاخذ مجراه، العداله تقول الكلمه ديالها في هذا الملف ديالنا. وانا راه عندي الثقه في القضاء المغربي وفي النزاهه ديالو. واحد التعليق كان كذلك، انك انت تكلمتي في الموضوع بشقين. الجانب الاول تكلمتي فيه على الاختلاف اللي عندك مع خوتك ومع الام، وكان هو السبب ديال الانشقاق ديالك، وكذلك المعامله اللي قلتي كيتعاملوا مع الاب. وفي الجانب الثاني يعني الشق الثاني تكلمتي لينا على الاختلالات القانونية اللي وقعت في الموضوع، في البيع، في الشراء، في شي حوايج، اختلاسات. هاد الاختلاسات الكومونتير تيقولوا انه تكلمتي على المال بزاف، وانا كنت درجت معك في السؤال قلت لك واش انت تشوف المال، انت قلتي لي انا بغيت داكشي يكون مناصفه بين الاخوه، وبغيت بو يصنع القرار، وإلا ما قدرش يدار هادشي بالقانون، وكلشي خوتي يكونوا على اطلاع، لا اللي من الزوجه الاولى ولا من الثانيه ولا الاخوه شقاقك اللي من الثالثه. الجواب ديالك على التعليق. فعلا جاوبتهم، قلت لهم فهمتيني انا بغيت هادشي يكون مناصفه، بغيت نشوف الوالد ديالي وفهمتيني، وداكشي اللي فهمتيني، داكشي اللي خلى لنا الوالد يكون داكشي فهمتيني ولا لا، بعد عمر طويل فهمتيني، تفرق مناصفه.
ماشي عن طريق التدليس والتزوير حشومة. اللهم هذا منكر باش يديروا في حالك. انت ما عمرك حاولتي تستشر في الجانب القانوني؟ غادي نناقش معاك دابا هاد الاشياء اللي دويتي انه ما بقاوش ديال باك ولا ديال الام وانت غير راضي فيهم، الارض فيهم قلتي لي بزاف ديال الحوايج، فحتى ديال الام ولا ديال الاخ ديالي، ديال الاخ ديالك استشاره كان معاه فيه. نعم هو الام في الاستشاره ديالك بالناس القانون، واش تيقول لك ممكن انه يتلغى هاد الامور ولا هادشي مشى؟ الناس ديال القانون فهمتيني قال لي يمكن يتلغى هادشي حيت الحكم كاين في 2018 ديال التحجير ديال الوالد، وهادشي وقع في 2020 مورا يعني الاب ديالك الا وقع شي حاجه هو راه فاقد الاهليه. فاقد الاهليه ما يمكنش، برا مريض في 2018 شهر واحد، وهادشي وقع في 2020 2019. اللهم هذا منكر باين، اللهم هذا منكر. الا عندك شي حاجه اضافه غنشوفها معك مشاهدينا الكرام، غادي نشوف التصريح اللي عطانا فؤاد اللي هو الابن ديالها كيفاش كيشوف عصام خوه اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع من الزوجه الاولى. الفيديو معك عصام، درجتي معايا فيه، انت كنت انت السباق، انت الاول اعطيتيني فيه مجموعه من النقاط وذكرتي فيه ان كاين الابن ديال هذه الزوجه الثالثه اللي هو غير راضي امام الله امام القانون على بعض السلوكيات ديالها. شتي الفيديو ديالو كيفاش شفتي الامور؟ الفيديو اللي دار هو قال هذاك الشيء اللي كاين، اللي شاف بعينيه واللي حضر ليه، وغير راضي على داك الشيء اللي كيدور الاخوه ديالو والام ديالو منه، من اموال ومن عقارات ومن اراضيه، ومن غير المعامله اللي كيتعاملوا مع الاب ديالي، لا في الاخوه ديالو لا في الام ديالو. الام ديالو اللي كتضربو اللي كتعاملو معامله خبيثه، هذا الرجل واخا يكون ما عرفتش داير لها ما يتعاملوا بحالك، ولا الابناء. واش حنا كنديروا الاولاد ديالنا استاذ، حنا فاش نكبروا باش يوقفوا معانا ولا ينوضوا يصوتونا ولا يضربونا ولا لا حبيبي؟ كارثه هذه. حنا كنديروا اولادنا كنربيهم باش يكونوا معنا في جنبنا، حنا كنديروا مشاريع كنديروا كنعطيهم لهم في الاخر، ولكن يكونوا في جنبنا حدانا يعاونونا. انا باغي الاولاد ديالي يكونوا في جنبي، انا ما باغيش الفلوس، انا باغي لا ماده لا والو، انا عطوني على الاب ديالي، انا باغي الاب ديالي ما يكونش عنده هي، انا يكون عندي انا، ولا يكون عند الاخت ديالي. الاخت ديالي عندها راجل ميسور بحال الشكل ديال الاب ديالي، ملياردير دي. قالت لك انا نجيبو هنا للقصر عندها هي، تبركو في القصر ديالها، فيلا ديالها كبيره تبارك الله، هي تصرف عليه، هي دير، هي تكلف به. اما هي المره الثانيه هي كبيره في العمر 75 عام، تاهي اش بقى لها تاهي؟ هاد اختك اللي دويتي عليها من الام ديالك انت ولا من الام الثانيه؟ الام ديال الثانيه، الام الثانيه. الام الثانيه حاولت شي يتصل بهذ الزوجه الثالثه وتشوف مع هذا الولد والو باش يشوفوا ولادو؟ لا ما كاينش، حاولنا حنا كاملين معاه والو، عينا كنمشيو عينا ما والو، ما دون جدوى ما كتفتحش شي باب، ما يتفتحش لك شي باب. كان وقعت لي الواقعه ديال الكلينيك، نهار تضرب في الراس ديالو، غادي معاونين باش غادي نخرجو، خلصنا، جا الاخ ديالي كان في امريكان، جا باش غيحضر الاب ديالي، وما كانوا عيطوا لنا، قلنا الاب ديالنا غادي يموت في 2019. جينا فاش لقينا ايموراجي في الراس، الطبيب قال لك مضروب في الراس ديالو من الفوق، جا هو اللي خلص الكلينيك ديالو. معاولين الصباح غادي نهزو نديو مع 11 غندو الفيلا ديالو على المره الثانيه، كنجيو حتى في الكلينيك كنتفاجئوا خلصنا وهذا باش غنخرجوا، قال لك جاو مع 7 الصباح داوه. تصور استاذ مع 7 الصباح والراجل مريض. هنا عندي واحد السؤال اخر، قلتي لي في الحوار اللي درجت معك في الاول انه هو دابا هو مطلق من الام ديالك انت، ولكن الزوجة الثانية باقي مجوج بها، والزوجة الثالثة اللي معاه، هذيك الثانية ما عندهاش الحق هي انه دير القانون في راجلها تشوفه، وهي مرته بشرع الله، يعني تي لك بنات هي، الولاد ديالها عندها 5 الولاد، هاد ولادها ما مشاوش يديروا هذا الاجراء هذا من اجل انه تي عندها الحق في ذاك الزوج انها تشوفه، وهذوك الابناء عندهم الحق في الاب ديالهم تما يشوفوه. انا اتصل بيا قال لي الاخوه ديالي درناه، وقال لك ما تما بغاو تما الاب ديالهم، بغات تشدهم هاد الاخت ديالي اللي بغات تشدو، وما ما كاينش دون جدوى. انا بغيت، انا غندير الاجراءات باش، ولكن ما غيعطيوش ليا انايا، انا خصني انا الاب ديالي انا نخرجو ونديو للكلينيك ونديرو ليه خبره،
اي حاجه في الدات ديالو، واش مضروب واش طايح واش هادي كامله نديروها، نشوفوا هاد السيد كيديروا ندوزوا ليه، نديروا اكبر كلينيك هنا في كازا، وديك حنا مستعدين اي حاجه. واخا نفس السؤال انا معاك، نفس السؤال غادي نشوفه مع فؤاد. فؤاد، الزوجه الثانيه لا زالت في العاتق ديالو، هو راجلها هي مرته، هو ساكن مع الام ديالك انت، وهاد الثانية ما عندهاش الحق هي في هذا الراجل وهي مرته. عندها الحق فيه، علاش ما عندهاش الحق فيه؟ وما تتشوفوش ما كتشوفوش فعلا، حيت شحال مره كيمشيو يدقوا ما كيجيو حتى حد. ما درتوش شي اجراء قانوني في هادشي؟ وهاد الزوجه طالب الزوج ديالها حتى هي تشوفوا حقها. الله اعلم، ما عرفتش واش دار شي اجراء قانوني ولا لا. ما سولتيش الاخوه ديالك انت عندك صله؟ لا ما سولتش الاخوه واش داروا شي اجراء قانوني ولا لا في هذا الموضوع. اما هي شحال مره جات بغات تشوفه كتدق لا من موجب، وانا فعلا كنمشي ندق شحال مره لا من موجب، نقال اصحابو حتى هما يا فهمتيني معانا في الميدان فهمتيني كيمشيو يدقوا ما كاينش اللي كيجي يحل عليهم ولا اللي كيجاوبهم. دابا الاخت ديالي هي اللي واخده واحد الراجل فهمتيني مسك عليه الله فهمتيني، هي اللي دابا غاد تباشر في الاجراءات فهمتيني باش تشدو، عندها تجلس عندها في الفيلا ديالها في بوسكوره. شكون اللي كتشوف انت انه يقدر حتى هو يكون يشارك معنا في هذا الموضوع ويعطينا تصريح في الموضوع اكثر؟ كاين واحد السيد حتى هو، واحد السيد حتى هو من العائله فهمتيني، يقدر يفيدنا في الموضوع. يقدر يفيدكم في الموضوع. انا معاك مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الشق الاخير معاه كذلك نفس السؤال، شكون اللي كتشوف انت يقدر يفيدنا اكثر في الموضوع؟ تصنتنا ليك، استمعنا ليك، الراي العام تبع القصه ديالكم، الاخ هو كذلك، شكون اللي كتشوف يقدر يهني لنا النقاش في هذا الموضوع؟ علاش هذا الاب ما تيشوفوش ولادو؟ هذا حق. انا غندير لك مفاجاه استاذ، انا غنجيب اللي غادي يفاجئك في هذا الشيء كامل. صافي. كنتمنى لكم التوفيق يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا ملخص بسيط جدا في الموضوع لعدد كبير من المغاربه، تبعوا القصه ديالو لتنوير الراي العام اكثر في الموضوع. في الناس اللي ما تبعوش الفيديو الاول والفيديو الثاني، الجزء الاول كذلك والجزء الثاني ديال الموضوع ديال بشعيب مول الكيران، بسم الله اللي تزوج بالزوجه الاولى والزوجة الثانية الزوجة الثالثة. الموضوع الزوجة الأولى الابن الكبير ديالها هو عصام أعطانا القصة، وفي الفيديو الثاني أعطانا فؤاد اللي هو كنقول دائما شاهد إليها لأنه ابن بكر ديال الزوجة الثالثة. موضوع النقاش، الكل يريد أن يطمئن، والرحمة بين هاد الأبناء مع الأب ديالهم يشوفوه. مجموعة من المعطيات فيها اختلاسات، فيها إشكاليات قانونية، فيها علامات استفهام. مشاهدينا الكرام، من الطبيعي جدا في مهنة الصحافة الاستماع للطرف والطرف الآخر. هذا النداء أنا كنوجه للمعنيين، الطرف الثاني نحن نراه الإشارة، إذا تبين أو تبوت عكس هذا الكلام فنحن نراه الإشارة للتعقيب في الموضوع. احنا كنوضعوا رقم الهاتف في التعليقات من أجل ربطوا بنا الاتصال إذا كانت شي معطيات فيها نوع من الخلط أو ما واضحاش أو عكس ما يروج انطلاقا من الفيديو الأول ديال عصام وديال الأخ ديالو، فنحن راه الإشارة للتعقيب في جميع الأطراف. الحياد هو شعار ديالنا في الموضوع، ولكن كل ما راج في الموضوع فيه علامة استفهام، شق مالي، والأبناء ديال بوب شعيب كبروا بغاو يطمئنوا على الاب ديالهم. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص هذا الموضوع من جميع الجوانب، كما اعطانا فؤاد ان هناك شخص مهم في الموضوع، وكذلك عصام قال لي المفاجاه. مشاهدينا الكرام، تبعوا معي المفاجاه، تعليق المواطن. شكرا لكم.